بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأستاذ الدكتور أحمد عزيز سعد المنعم رئيس الجامعة، السادة عمداء الكليات، السادة أعضاء التدريس الحضور، السادة ممثلي الجهات في المجالات الصناعية، السادة رعاة المؤتمر، تحية طيبة معطرة بالشكر والامتنان لحضوركم الكريم. إن المؤتمر الأول لكلية التعليم الصناعي هو إضافة جديدة لمسيرة الكلية في تقدمها وإسهام في التقدم التكنولوجي والتنمية الصناعية لمحافظة سوهاج خاصة ولمصر عامة. إن الأبحاث الخاصة بالكلية لها من الأهمية الكثير، حيث أنها أبحاث تطبيقية تسعى دائما لحل المشاكل الصناعية على أرض الواقع، والتي تساهم بشكل كبير في التنمية الصناعية، والتي تتميز كلية التعليم الصناعي بهذا الدور الكبير في التنمية الصناعية. أشكر السيد الأستاذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للتعليم الفني للنهوض بالصناعة في مصر. أشكر السيد الأستاذ الدكتور أحمد عزيز على دعمه المستمر وتشجيعه للبحث العلمي وعلى المجهود المتميز في الجامعة وعلى الفكرة في عمل المؤتمرات العلمية في الجامعة والخاصة في كلية التعليم الصناعي. أشكر كل المتقدمين بالأبحاث من الكلية وأحيي دورهم المتميز في إنتاج مثل هذه النوعية من الأبحاث التطبيقية. أشكر السادة الحضور، أشكر رعاة المؤتمر، أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد توفيق والدكتور صباح صابر على دعمه في إخراج المؤتمر بهذه الصورة. أشكر السادة أعضاء التدريس بالكلية وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور محمود سالم مقرر المؤتمر والسادة المدرسين المساعدين ومعاونيهم على الجهد المبذول في تنظيم المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.